ما حدش ليه ان هو يتدخل، ما حدش ليه ان هو يتكلم، واي حد داخل بينا هو خارج في الاخر. قضيه جديده من زينه ضد احمد عز بسبب فيلم اولاد رزق، عايزه ينوبها من الايرادات جانب وصلت ايرادات الفيلم حوالي 700 مليون جنيه، ده غير الاعلانات اللي بيعملها، واخر ظهور لاولادها كان مع محمد رمضان. تفاصيل اخر قضيه رفعتها زينه على احمد عز. بعد تصريحات زينه الاخيره عن احمد عز مع اسماء ابراهيم لما قالت احنا عيله في بعض، ما حدش ليه دعوه بينا، احنا بنحب بعض واكيد هنتصالح، الكل توقع ان الميه هترجع لمجاريها، بس واضح ان زينة ما بيشغلهاش غير ولادها وانها تزود دخلهم وبس، وكانت بتراقب ايرادات فيلم اولاد رزق 3 في صمت. ومع الايرادات الضخمة جدا اللي حققها الفيلم، زينة قالت لا لازم ولادي يكون ليهم نصيب، وفعلا ده اللي حصل. اعلن محامي زينة انه اقام دعوتين جداد بيطالب فيهم بزيادة نفقة الطفلين واجرة المسكن، بالاضافة لدعوة ثالثة بيطالب فيها باجرة لخادمة الطفلين. واستند المحامي في دعواه للتحريات اللي كشفت عن ارباح احمد عز من فيلم اولاد رزق 3 والاعلانات اللي عملها خلال الفترة الأخيرة، واللي هيتم بناء عليها عرض الموضوع على المحكمة علشان زينة تاخد حقوقها المالية وحقوق ولادها منه واللي حفظها ليها القانون. وأكد أن محكمة أسرة مدينة نصر في شهر نوفمبر السنة اللي فاتت حكمت بإلزام أحمد عز يدفع 23,360 جنيه استرليني قيمة المصروفات المدرسية لتوأم زينة عن العام الدراسي قبل اللي فات. ودي مش المرة الأولى اللي بتقيم فيها زينة دعوة قضائية ضد أحمد عز، فمن 2014 بدأ مسلسل القضايا والنزاعات بين أحمد عز وزينة بعد ما قدرت انها تاخد حكم قضائي بيثبت نسب طفليها لاحمد عز. ورغم مرور 10 سنين على النزاع ده الا ان القضايا بينهم لسه مستمره، خاصه الحاجات اللي بتخص النفقه، المصروفات الدراسيه، واجور المسكن والولايه التعليميه. وقدرت زينه انها تحصل بحكم بخلعها من عز في 2018 علشان تبدا من بعدها مرحله جديده من القضايا اللي بتخص نفقه الاولاد. اخر ظهور لاولاد زينه واحمد عز كان مع الفنان محمد رمضان، نشرت زينه صورتين ليهم خلال اجازتهم في الساحل الشمالي، ومش معروف بالظبط مين اللي كان متصور مع رمضان من ولاد زينة، لانها لحد النهارده بتحاول تخفي هويتهم عن الجمهور. وعلقت زينة على الصورة وقالت كل الاطفال بما فيهم ولادي بيعشقوك وده دليل على لطفك الحقيقي. كملت وقالت حب الاطفال ما بيكدبش، انت بتجسد المعنى الحقيقي للراجل وتعريفه، ربنا يبارك في روحك ورزقك ونجاحك المستمر. محمد رمضان اعاد نشر الصورة عنده على انستغرام وعلق عليها وكتب رجاله ربنا يحفظهم لك. ومن ناحيه ثانيه حقق فيلم اولاد رزق للنجم احمد عز نجاح كاسح في السينمات، من اول يوم عرضه لحد النهارده قدر الفيلم انه يتصدر قائمة شباك التذاكر بفارق كبير قوي عن اقرب منافسيه. وصلت اجمالي ايراداته حوالي 235 مليون جنيه في مصر، اما في السينمات السعودية قرب الفيلم من تحقيق ايرادات بتوصل لحوالي 428 مليون جنيه في 6 اسابيع بس، وبكده توصل ايراداته في مصر والسعودية لحوالي 690 مليون جنيه، ده غير باقي الدول العربية اللي بتعرض فيها.